ميشيل بشخصيته وبهذاك الشيء، فواخا هكا كان مع البهجه يعني. ولكن واخا هكا كان ضيعنا في البهجه في كوب ديال مونديال 98 فاش ما داهاش. اكيد تتبقى الاختيارات، اختيارات مي اذا تكلمتي مع وين ميشيل ممكن انه يقنعك الجواب مقنع. انا ما عرفتش الجواب ديالو، ولكن تبقى البهجه لاعب كبير وكان يستحق انه يكون معنا في كاس العالم، لان طريقه اللعب ديالو ولا حتى الجسد ديالو ملي تيدير ديك الكوفيرتور ما تشوفهاش، تبقى تضرب نتايا من مورا حتى تلغدا اش تيدير هو يعني، تيدور راسو بواحد الطريقه بطيئه وتيشوف فيك تيقول لك زعما كاينش راسك انت لانه كان لاعب يعني كان عنده ثقه في نفسه، وكان حتى يعني لو فيزيك ديالو حتى هو كان كيبان انه منونخ، ولكن اون فان كونت واقف على الصح كيعرف اش كيدير بالبال. هي المشيه ديالو بحال شي حاجه اللي بحال شي حاجه اللي خاصها تاخذ وقت باش عاد باش دير لو بال خويا يعني تيدير البا وتيقع، ولكن الا فوتي يدخل الملعب راه هذوك المراوغات ولا في الطريقه ديالو ولا هادي. وقعنا مع اشياء كثير يعني، سبيل المثال كنا تنمشيو في المهمه، المهمه هي الطائره الحربيه. هذه الطائره دائما يعني مختصه يعني، يعني صراحه كنا قضينا مباريات ولكن كانوا بعاد 16 ساعة 14 18 حتى 22 ساعة متقاطعين. كنا اون فوا تنطلعو تيعطيونا واحد الفانيلة تاع الكلوث وتيعطيونا ديال الودن وتتجلس تتبان لك هذيك الطيارة الحربية من الداخل دايرة هذوك الحديدة طف صافي تسدات المهم تسدات وتطلع. شكون اللي كانوا تي يعني لي طرافو ديال 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 هذيك الطيارة الحربية سي لي جوندار وكانوا دي فام. وكاينين دابا الكراسة كاينين تقريبا واحد خمسة، وكاين واحد ديسباس صغير فين فين كاين بينهم وبين الكراسة الأخرى. والباجة حنا ما كناش عارفين واحد المسألة، الباجة فاش تتهرو أي واحد حداه تيعدو، تتهرو من هاد الجهة كيعدو من الجهة الأخرى تيعدو. وعرفنا هاد المسألة هادي وطلعنا وقضينا واحد خمسة ولا ست ديال الساعات وجاتنا الوجبة ديال الغدا. وبداو هادوك لي فام تيدوزو لي بلاطو من هذاك ايوا الدراري تفهموا داروا بعيني وامها مع ابرامي مع الدراري جالس حدا ابرامي. السيده جايه هزا البلاطو بحال هكا شافوا في ابرامي الطف ابرامي وين وصل هنا عض هذيك السيده البلاطو بان لنا الفوق كلشي. ودابا مع علاقته مزيانه مع اوري ميشيل خلاو الدراري تاع مع اوري ميشيل هو يديروا عليه هما يديروا عليه هو يعض اوري ميشيل والو تيغوت